لا ده قفش وحرامي فراخ فوق. حرامي ونبلع حرام كتير. حرامي فراخ. وفي ايه؟ لا مفيش حاجه. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ انت راجل دماغي متكلفه. مساء الخير. مساء الفل. شوف ده بقى في حمايتين وحضرين كده على مزاجك. ها عينيا انا متهيألي سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت، ده هي بس اللي بايته معاك. انت بتديها من انت؟ عليا النعمه ما انا فاكر. أنا ما خرجتش من البيت من أيام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب أكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. دي تعميرة حلوة أوي. إيه ده؟ أنت بتقول إيه؟ بيقول لك ما خرجش من أيام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدوي فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، ومحدش له عندي حاجه، وما اعرفش حد. امال خطفوا مراتك ليه؟ ما اعرفش، ما اعرفش. ما حدش اتحرك في مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني بحالي يا اخي، سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك. سيبني بحالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خير ورشاد بقولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلمهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس دي انا دافع 8 سنين طويله جوه السجن من عمري لحقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. امتى؟ هتقابلهم امتى وفين؟ امتى قبل الوقت ما يجي؟ علي. مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان له بنية في عيني. هي باظت ولا حاجة يا باشا؟ أهلا يا طارق. إزيك يا مولى؟ الحمد لله. أهلا. أهلا يا عمي، اتفضل. أمال عاملة فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. هو بال كل سنه يا روحي. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا يا ميمونه. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك. اخته هو تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزلنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمانه جاي يا بابا، مش معقول هيبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي. امسكي. وانت طيب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب 5000 جنيه. بمناسبه ايه؟ من غير مناسبه. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين ثلاثة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا. شريف مش مخليني عايزة أي حاجة. الكلام ده تقوليه لحد تاني، أنا لأ. معقولة؟ آجي 3 مرات أزورك ألاقيكي بنفس الهدوم؟ دي عبلة موسى. عبلة موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك، خد. أنا قايمة ساعة نجمونا في المطبخ. لا يا بابا، ميرسي قوي. انت تخرسي خالص،
اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجة واحدة بس، إن أنا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الأول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش أي حاجة تتعيب. لا في عجرفة الفقراء ولنات الحيلة، وما تنسيش إنك أنت محسوبة عليا، أنت اسمك عبلة موسى. وبرضو أنا حرم المقدم شريف بركات. اطلع عند غير هدومي. اطلع انت لحد فلاك هنا. بقولك يلا بالراحه. يلا سخنها يا رجاله. سالون ايه ده؟ جايب حرامي ومكلمش معاك يا ولد. اما حبيبه والله العظيم انا مش فاهم، مش عارف ايه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت فوق الارض عشان يجيبوا الحراميه يبيتوهم في بيوتهم. اتفضل. هو عليه انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. حنف القباه عنبر واحد زيزان 24. بقول لك حنف القباه مد ايدك وخدها تاني خليك حلو. ايه ده؟ ايه ده ايه؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلي حماتي. مساء الخير يا تاني. موسى عاجبك كده؟ انا عملت حاجه قدامي. طب قول لهم يعملوا لنا شويه شاي خرمان. منى اعمل له شويه سم هاري يشربهم. قدامي. ايه تعالى هنا اهو. خش قدامي. موسى ماما خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افترى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهداب يا حبيبتي. يلا يلا بينا خريف. انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعيه هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. بصي صوتك ليه اسمعنا؟ ما حصلش. ما حصلش. هي حصلت يا شريف تقلب لي البيت تخشيبه وفين جوازنا؟ بقى بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبلة ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبلة عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده. نجرب منه الشاي يلا خلصيني. انا؟ ايه خايفة من ايه يلا؟ وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنن يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من قد من اعدامه. بحسبك حنف القباه. نعم؟ حنف القباه مسجون ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افرج بعد 22 سنة. وانتي ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. منى
تعرفش الاسامي يا مولا. انتي تقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيرة العفريت ده. انتي متجوزة؟ لا. حد بالحلاوة والجمال ده متجوزة لغاية دلوقتي؟ ازاي يا مولا؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس. عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلبت بيتك شيء يا شريف؟ سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. إيه انت مش اسمك منى؟ اه. هي كمان كان اسمها منى. خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك. كل حاجه فيك بتفكرني بيها. جمالك، رقتك، عينيكي، لمسه ايديكي. كنت اول ما اشوفها اخد ايديها من ايديا كده احطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير واحس براحة غريبة غريبة. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده بس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط. ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل. ما صدقت لقيتنا يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. الكارو اسمع عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها. ما تجيش ناحيتها خالص مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياه بابا ما انا قاعده لك في البيت ده يا شريف. بالسلامه والقلب ده عينك. مالك يا عبله في ايه بس؟ اسالي محروس اخوكي. الشنطه بتاعتي فين؟ الشنطه دي بس يا عبله. يا عبله عندك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك. انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعه؟ ايه يا جماعه؟ انتوا كبرتوا خلاص. انتوا صغيرين على الحاجات دي. ما تصحش كده. مش قاعده في البيت ده يعني؟ مش قاعده في البيت ده في 60 داهيه يا شيف. ايه انت كلم مراتك كده يا شيف؟ ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب عندك انت اودالك فين؟ وديها الاوضه عشان الم هدومي. قدام قدام. طيب يا شيف انا تقول لك 60 داهيه عامله؟ ما تقولي حاجه لاخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونه تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل امال يا شريف. دي عامله بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي الواد حرفي ده كان بيقول لك ايه؟ ما اخش. لا انت عايز الحق. الغلطه غلطتك. انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على راي المثل. اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي. انا عارفه الغلطه غلطت. انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه. معلش ملحوقه واللي كسر يتصلح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ اه مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني. الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حلو النار في جبتته. ما تسيبلوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. انت بس يا
شريف بلاش العصبية دي. طيبة بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممة على الطلاق مخها ده مرطوشة قديمة يا جدع. اتكل على الله وبعتها المأذون يلا. هي مسألة عند. طب أنا مش هطلق وأعلى ما في غيرها تركبه. لا بقى كده هتدخل نفسك في أواضي ومشاكل ودوشة ما أنتش قدها. اسمع أنا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها؟ شايفة؟ وتقولي لي بتحبك بنت خيريه مصممه على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. مستلك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له بيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في دماغي خلاص ولازم تطلقني دلوقتي؟ مش هطلقك والبيت هسيبهولك. اشبعي بيه شريف. عبله انتوا مجراكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تتفضي خالص ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنيلوا مع بعضهم؟ ايه بقى العيشه دي؟ كل شويه زعيق ونكد. العيشه بقى تقصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك. الكلام هيكون مع اهلك. ماشي انا شايف بقى ان العيال خرجت خالص. ماشي خربتها وقعدت على تلها. هز امي نشوف شغلنا. يلا بينا على الجاره. ماشي يلا. الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معايا يا باشا. ما تقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانية. لا لا ليه؟ وطي صوتك. الحته مليانه نضرجيه. لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هروح حته تانية؟ ده مؤاخذة. ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبة. دولاب من اياهم؟ الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودرة؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف. واللي مشغلها البيت نوسة جو بتاع بدوي. عشان كده جايين جايين. ما تقبل بسجارة باشا كده يجيبك ثواب. سيجاره باشا. الواد ده انا ما شفتوش هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايق اللي من دول يا معلمة. لموا العملية شوية مش عايزين ريحتنا تفوح. ما هي يا معلمة؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له كفتير الكفتير. لا مؤاخذة باشا انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ يبان عليها بنت ناس وبتحبك. ما اقدرش انكر انها بتحبني بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. دي كانت هتعادي اهلها على شق. انت جننت؟ انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف ما اقول لك. الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجري بق ولا حيلتك اللابة. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه؟ بدوي. وادي خايد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل انا؟ يا ارموها معلمي. بيض بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. لا رايح فين؟ ايه
اللي فيه ده ما بطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانسو جوه ايده مرزبه. الله تسلم ابو الرشد، التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايب، بتاعت امبارح كانت احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجاره شويه. بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. سلامتك يا صابر، اتمنى عليك. مسير الحي تلاقى خيري، ضاع مرات اخويا فين؟ الحفظ والصونه قباها. ازيك يا رشاد؟ مرسيدس يا خايف. هلا بيك. ايه ده؟ وريني. خدت ايه الحاجات دي؟ يلا بنت اشحن. دلوقتي يتصرح. لا بقى احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شوية. اه اسمع، خده واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع دي ويلحق خير ورشاد يا باشا. احبس نفسك كده لغاية ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوا روحكم. Stop!
ليه باشا كده يا باشا؟ الله، ده انت بسبعة رواحة باشا. من فضلك تستناني خمس دقايق بالظبط. حاضر. لسه متضايق؟ هفرع. طب خد اكسر دي. ليه؟ اكسرها بس دلوقتي حالا هتستريح، اصلها حالة نفسية. يا شيخ، يعني كل ما بعصب رح مكسر اي حاجة قدامي؟ طوالي. وانت لما هتتنرفزي انت كمان هكسر اي حاجه قدامك؟ طبعا. الحمد لله ما استناش عند امي. اهلا اهلا يا ماما. اهلا. اتفضلي تعالي تريح. اتفضلي. اقعدي يا ماما هنا. اتفضلي. اتفضلي اهو. ميرسي قوي يا ماما على الورد. يلا يا حبيبي انزل هات ايدك الكدوزه لماما. من تحت؟ ايوه هات بسرعه. لا 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 مش عايزه. بتقولك مش عايزه ودي تيجي برضو؟ يلا يا حماده. اذا كانت صاحبه الشقه نفسها بتقولك مش عايزه. مش كده؟ وزفت ربنا. اكيد تعبتي مش كده؟ ايوه يا بنتي. مش تقولي اللي كتبنا في البرج؟ وانا لقيت غير كده يا ماما وقلت لا وما سكنتش. أمال أمال فين العفش؟ صاحب البيت قال هيبعت أوضة النوم بكرة وإحنا هنكمل الباقي. آه بكرة؟ ودي شقة دي تديك فيها 60 جنيه؟ أوعي تقولي الكلام ده لأحمد الحسن ده على الآخر. طبعاً أنا فهمته إنها ب 25 جنيه بس وحضرتك هتكملي وهتدفعي كل شهر زي ما اتفقنا يا ماما. ها؟ وايه بقى سلم المطافي ده؟ مطافي ايه يا ماما؟ دي بتوصل على السطوح. على السطوح؟ عن طريق شقتكم؟ وفيها ايه يعني؟ اعتبريها ديكور. المره الجايه لما تيجي تزورينا مش هتعرفي الشقه من حلاوتها. انا هو انا فيا صحه عشان اجي لكم هنا تاني؟ عن اذنك يا اختي انا ماشيه. ايه يا ماما مش معقوله رايحه فين؟ اصل تاكسي استنيني تحت. يبقى مش ما كنتيش جايه عشان خالتك تعبانه شويه. قلت اروح اشوفها وفوت ابارك لك على الشقه. ما كنتش عارفه المصيبه اللي انت عايشه فيها دي. فبتتعشي معانا بكره؟ انا ماشي معاكم اطلع السلم ده تاني. وحياتك يا ماما. سلام عليكم. عشان خاطري يا ماما. حاضر. عشان خاطرك. عشان خاطرك. عينيا الاثنين. حاضر. ما تنسيش يا ماما. حاضر. مع السلامه. الله يسلمك يا حبيبتي. لسه برضه مصدقه مصلحه الارصاد؟ الحقيقه مالهمش حق يخدعونا بالشكل ده. هما اللي بيخدعونا ولا احنا اللي بنخدع روحنا؟ حبيبي ده سيني. مش لما داب في روحي الاول؟ اخفى عليك. خدني في حضنك. ما كنتش عارف ان البرد له فوايد لذيذة كده. وانت لسه شفت حاجة؟ اكيد فوايده حبينا الصبح لما نقوم من النوم نلاقي ضهرنا متاني ورجلينا مكلبشة ببعض. روماتيزم بقى. وبدل ما نروح على المحكمة ينقلونا على المستشفى. طب نام وانت ساكت، ما تبوظش الجو الرومانتيكي اللي انا عاملاه لك ده. ايه مالك يا حبيبي؟ الرطوبة ابتدت تخرج مفاصلي. طب اسمع انا عندي فكره جنان. الحقيقه يا حبيبتي افكاري كلها جنان جنان. ايه رايك نقوم نخرج نتفسح؟ نتفسح؟ انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ وايه يعني؟ بيقولوا ان في محلات بتسهر للصبح. الصبح اللي انت بتقولي عليه ده لازم اروح فيه المحكمه ولازم اكون فايق ومستريح علشان اعرف اترافع عن الناس والله قدام القاضي زي الطروش.
ومين هيتفسحني غيرك يا حبيبي؟ يا حبيبتي انت ليكي يوم واحد في الاسبوع تتفسحي فيه زي ما انت عايزه. بقيه الايام البرنامج هيكون كالاتي: ارجع من المحكمه اتغدى وانام ساعتين، بعد كده انزل اروح المكتب اقابل العملاء، ارجع من المكتب ادرس القرار، ثم اشرب اللبن، ثم انام في هدوء. جواز تقليدي يعني؟ هو الجواز كمان حطوه على درجات؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه؟ الظاهر حد بيفتح الباب. مصيبه، ده هيكون حرامي. ده يبقى حمار قوي لو جه هنا. طب قوم شوف ايه؟ يا حبيبتي انا لغايه دلوقتي موافق على كل حاجه. انما توصل لحد ان انا اواجه حرامي وجها لوجه، انا اسف، ده مش من طبيعتي ولا من اخلاقي. قوم بلاش كسل، الزوبعه خلصت. يا تقومي تقابليه انت، يا تنامي وتسكتي. اسكت ازاي؟ لا اقوم طبعا. صاحب الشقه دي؟ ده احنا اللي ساكنين فيها. الله، هي سكنت من النهارده وما تقربش لحسن حضره في المليان. لا مليان ولا فاضي يا ست هانم. الموضوع ما فيه ان احنا جيران. ايه؟ اصل انا مأجر البدروم بتاع العماره مفروش، مأجره من صاحب الملك، واتأخرت في دفع الايجار، فالراجل من بجحته قفل البدروم ومنعني اخش انام فيه. شوف قله الحياة. ايوه، بس البدروم اللي بتتكلم عنه ده يبقى تحت وانت دلوقتي فوق على السطوح. يا ماما انا متعود اطلع هنا كل يوم استخدم السلالم دي، ابقى على السطوح على طول. وبعدين؟ وبعدين انزل على سلالم الخدامين ابقى تحت من شباك المطبخ المكسور بتاع البدروم، انط ابقى جوه ونام ولا من شايف ولا من ديري، والصبح نفس الحدود. يا حرام، اتفضل. ميرسي. اعمل لحضرتك قهوة؟ لا يا ماما متشكر. يا ما تبعتش ما عندناش لا بن ولا مية. بتتكلم. حتى الحرامة ضربت معاه الصحوبية. هنعمل ايه يا أست هانم؟ أصحاب البيوت ما بقاش في قلوبهم رحمة. فعلا، خصوصا صاحب البيت بتاعنا. تصور ما أجر لنا الشقة دي ب60 جنيه في الشهر. يا ساتر يا رب. أحمد بيدفع 25 وماما بتدفع الباقي. أحمد مين؟ أحمد جوزي. وستك متجوزة؟ ولسه عرفان جداد. ألف مبروك يا هانم. اسمحي لي أقدم نفسي، عبد السلام الدمنطوري. نوال مختار. وبالمناسبة دي أرجوك تقبلي عزومتي أنت والبي على العشاء بكرة بالليل. بلاش بكرة عشان ماما جاية عندنا. وماله؟ ده أنا هكون سعيد جدا لو ماما شرفت معاها. مش عارفة. نعم، ما تكسفنيش، خصوصا إن إحنا جيران. لأحسن بعدين أنكسف أعدي من عندكم تاني مرة. يا خبر، حضرتك تعدي في أي وقت. خلاص، لازم تقبلي العزومة. خلاص اتفقنا. ميرسي. انا هستناكم الساعه 8 في القصر بتاعي. قصر ايه؟ ما انا مسمي البدروم بتاع القصر. تصبح على خير. وانت من قلبي. من حق. انا هحاول بعد كده اجي بدري علشان ما اقلقكوش وانتوا نايمين. براحتك، مش مهم. اصيله يا نوال هانم، اصيله. مع السلامه. انت واقفه تسالم على الحرامي؟ ده مش حرامي يا حبيبي، ده الاستاذ عبد السلام. الاستاذ عبد السلام؟ ايوه. الاستاذ عبد السلام مين؟ الدمنهوري. الدمنهوري؟ عبد السلام الدمنهوري كمان؟ الدمنهوري مين؟ ده اللي في البدروم. اللي في البدروم؟
وايه اللي جابه بالصبح؟ صاحب البيت مش راضي يدخله لان في اجره متاخره عليه، والراجل متعود من زمان ينط من شقتنا على سلم الخدم على مطبخ البدرون على جوه، ينام لا من شاف ولا من دير. ايوه يرد زي ما هو عايز زمان، لكن دلوقتي دي شقه متاجره فيها سكان، القانون يمنع اي تصرف بالشكل ده. لازم اساعده وانصره على جشع صاحب البيت. تقوم تخليه يعمل شقتنا كوبري؟ الناس لبعضيها، النهارده احنا نساعده وننططه من فوق لتحت. جايز بكره نتعذر ولا ندفعش الاجره ينططنا هو من تحت لفوق، والواحد برضه لازم يبص لقدام يا حبيبي. إن هذا متهم الوائب أبابكم، إن هذا متهم الوائب أبابكم. إيه ده يا أستاذ أحمد؟ ما مؤاخذة يا فندم، أصل يعني إمبارح تضيعوا في ماذا أقول، والنهارده تضيعوا في البرد ولابس الوزن. أصل ساعات البيت يعني الإزاز مكسورة يا فندم. الإزاز يا فندم الإزاز مكسور، والأوضة أصلها من هواء. وهو دخل يا فندم وقعد واستريح. استريح قوي يعني. إيه ده البرد؟ لا يا فندم. عبد السلام أنت مجهول يا أستاذ، ركز في القضية اللي قدامك. اقعد استريح على مسألة الشاهد الأول. نادي على الشاهد الأول. عبد الفتاح سليمان المنشاوي. قول والله العظيم أقول الحق ولا شيء غير الحق. والله العظيم أقول الحق. رفعت الجلسة. يستحسن برضه يا فندم. شكرا قوي. مع السلامة. ألف ألف مبروك يا حبيبي. العمارة نورت بوجودك فيها. أنا على ياه جارتي في الشقة اللي تحت دي على طول. أهلا وسهلا، اتفضلي. والنبي يا حبيبتي، أنا أول ما سمعت إن الشقة سكنت وإن السكان علي الجداد طرت طرت من الفرحة. ميرسي يا ست على ياه، باين عليكي ست طيبة والله. الله يخليكي. بس يا أختي يكون في عقلك، أنا شقتي شقتك وشقتك شقتي، حكي ما أنا أحب الناس قوي وعمري ما أحب التكليف، مفيش في الدنيا أحسن من إن الناس تحب بعضها. يخرب بيته صاحب العمار، عرف إزاي يخلق الشقة دي من الحتة الصغيرة دي؟ أزمة سكن بقى. ده راجل جشع طماع بعيد عني. الود ده وده يعدلنا كلنا من العماره ويقبرها مفروشه وفرش ايه زي ما انت شايفه كده اهو. بس بيني وبينك كده، الناس دي مش عامله حساب لاخرتها، دي اخرتهم سودة بعيد عنك. لكن انا وانت كده واللي زينا عجلنا حق، هم بقى على جهنم. يا عالم اهلا وسهلا. اهلا بيكي. اهلا يا حبيبتي. شوكولاته؟ يا اليد ما نعدمهاش كمان واحد. إيه بس ما كنتيش تحلفي. عن اذنك ثانية واحد. اتفضلي يا حبيبتي اتفضلي. على فكرة ايوه حلوة قوي بلوستك دي. ميرسي. يعني لو جاني الجوب بقى كده ولا كده ابقى استلفها منك. تحت امرك في اي وقت. هو البيت بتاعك بيشتغل ايه؟ محامي. ربنا يحرسهولك. ميرسي. انا بقى البيه بتاعي بيشتغل في شركه استثمار كبيره قوي. حاكم بيتكلم بالتبع تولسون. هايل. بقالنا 12 سنه متجوزين والحمد لله عايشين عالي العين، عمرنا ما اتخانقنا مع بعض. اكيد راجل عظيم، لكن الركه برضه على الست
والمثل بيقول ابنك على ما تربيه وجوزك على ما تعوديه. ما تستقلش بالكلام ده، هي صحيح امثال شعبيه لكن ليها معنى كبير وبتنفع. ماما دايما تقول لي كده. طب والست هتعود جوزها على ايه؟ حاجات كتير يا حبيبتي. يعني مثلا الكلمه في البيت لازم تبقى كلمتك. هم عليهم الشغل وبس، واحنا علينا الاداره الداخليه والعلاقات العامه. حلو قوي حكايه الاداره الداخليه والعلاقات العامه دي. وكمان مصروف البيت لازم يبقى في ايدك، تصرفي اللي تصرفيه وتتكني اللي تتكنيه. بس متهيألي ما يصحش الواحدة تعامل جوزها بالشكل ده. ده يصح ونص يا حبيبتي، هو حد ضامن الزمن اليومين دول؟ ألعاب الرجالة بقت كتير قوي. خلي بالك كده، في نوع من الرجالة لما القرش يجري في ايدهم بينقلبوا ويفتروا. قالوا على رأي المثل، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للمية في الغربات. ماما دايما كانت تقول كده. مامتك دي باين عليها لذيذة قوي. العقوبة على الطلاق يا حاجة. ابدا، انا يا دوب كنت حطبخ عشان الغدا. يا اختي سيبك سيبك سيبك، الوقت قدامنا طويل. احنا قاعدين نتسلل مع بعض. على رايي طول عمرنا بنطبخ للرجاله، خدنا منهم ايه؟ بس تفكير قوي يا معلم. المعلم على كل عيش كان يظبط مراته على مرات اخويا. قول لي ده ما تتعبش. داموا عليه وريح روحه يعني. الله 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 الله. ليه انت معانا ولا معانا؟ ايوه ابراهيم الجلسه. الجلسه معاك سعد بيه القاضي اجل الجلسه لغايه بكره يظهر. خد بالك الورقه. طب ابعد عني احسن تعليم. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسيتيه دايما من وقت للتاني ان ده بيحكتك ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. جبت الحاجات دي كلها منين يا ست عنياك؟ ده انت ممكن تعملي كتاب عن السعاده الزوجيه. هو انت لسه سمعتي حاجه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. عنياك حين مجارتنا. اهلا وسهلا. الف مبروك يا عريس. سلامتك يا حبيبي. انت عيان ولا ايه؟ شويه. ادخل استريح. تعالي يا حالي هنا، ما تلبسيش عليه قوي كده يا اختي، احسن بعدين يسوق فيها وما تعرفيش تاخدي منه لا حق ولا باطل بعد كده. بس ده عيان بجد. وماله يا حبيبتي؟ الست الجنينه لازم تداري على عواطفها شويه، احسن. يا لهوي يا لهوي على الرجاله لما يعرفوا ان احنا سواهم واقعين. معقول بره؟ طب امشي انا بقى احسن من تعبير. مع السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك. حقد الصاحب على الجيران وجيران الجيران. استاذ عبد السلام بالليل والست عناب بتاعتك دي بالنهار. على فكره الاستاذ عبد السلام عازمنا على العشاء الليله دي، ما تنساش. انت مش بتقولي مامتك معزومه النهارده عندنا على العشاء؟ ما هي مامتي كمان معزومه معانا عند الاستاذ عبد السلام. هو هيعرفها منين بس عشان يعزمها على العشاء؟ وبعدين يا حبيبي انت عيان وعندك برد ما تتكلمش. بصراحه بقى انا راجل البيت ولازم اقول رايي. وانا مسؤوله عن الاداره الداخليه في البيت والعلاقات العامه، وبما ان عبد السلام افندي جارنا يبقى تابع للاداره الداخليه والعلاقات العامه. انت بتقولي ايه؟ انت متجوزه عريس قطاع عام؟ يعني يرضيك اطلع عيله في كلامي قدام الراجل؟ نهايته من هنا لغايه بالليل ربنا يحلها. بتبصي لي كده ليه؟ ايه في ايه؟ اصلك بقالك مده ما عطستش. والله انا حر بقى اعطس وقت ما انا عايز. تلاقيك بتتمرد عشان تعرف عواطفي. انا فاهمه لعيب الرجاله كويس. انت جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ دي ثقافه عامه، ولا انت فاهم بس ان المحاميين هم اللي مخهم كبير؟ بقول لك ايه؟ احسن حاجه تحضري لي الغدا، احسن هموت من الجوع. احمد حبيبي انا متاسفه قوي ما لحقتش اطبخ. ايه؟ ما لحقتش اطبخ. ما لحقتيش تطبخي؟ الست عناية جارتنا اللي شفتها جت من الصبح، وقبل منها الناس اللي جابوا العفش، عشان كده ما قدرتش اعمل حاجه. مش انا قايل لك ان انا لازم انام بعد ما اتغدى وبعد كده بعد ما اتغدى اروح المكتب انام ساعتين؟ لازم انام ساعتين، وبعد ما انام ساعتين اجي من المكتب ادرس القضايا واشرب اللبن وانام في هدوء.
مش احنا متفقين على كده؟ معلش انزل هات اي حاجه جاهزه وتكون خفيفه. انزل انزل السلالم دي كلها، هو انا لو نزلت هيبقى ليا نفسي اكل خفيف ولا ايه؟ فين ايام ما كنت ساكن معاك يا اما؟ قصدك ايه بقى من الكلام ده بقى؟ 100 مره قلت لك ما تخرجيش من غير اذن. انا كنت جوه البيت مش بره. مش عايز كلام. امرك. اروح اتخلك الغدا. تعالي هنا. فاضل كم جنيه اللي سبتهولك الصبح؟ 15 قرش. وفاضل 10 ساعات مصروف امبارح. ايوه يبقوا ربع جنيه اهو. خدي عليه ربع جنيه كمان وده مصروف بكره، فاهمه؟ هو النص جنيه ده هيكفي؟ اتصرفي ماليش دعوه. امرك. وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه هتدي دايما من وقت للتاني ان ده بيحكتك ده بيغزلك يوم يحس دايما بقيمتك ويلبك تحت رجليك. تصور يا حبيبي العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور بيقولوا ان بيكسب كتير قوي يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده هتعود تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه يا حظ احمد بيه ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيب راجل غريب يخطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول ايه اللي مدلل ده؟ دي ولاعه يا حبيبي. دي بطلة فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش ده على الوعك ان انا من فضلك. طيب. يا ماما تعالي. على مش عارف تدوم كده ابدا. اتفضلي استريحي. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي انا مش هقدر اجيبكوا هنا تاني ابدا، انا مش بايعه عمري. بعد الشر عليك يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله تمثيل كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا احنا هنتعشى بره. ولما احنا هنتعشى بره مش كنت استناكوا تحت؟ لازمته ايه اطلع لكم لحد فوق؟ لا ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني، بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور تمشي من على السور زي بتوع السيرك، وبعد كده تنزلي، بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولنا النجاه نروح كلنا ناطين فوق. الله مالك يا احمد انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجه، حضرتك بتساليني وانا بوصف. اصل انا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه، انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه وطبعا ما صحش الوزارات تتداخل في امر بعضيها. انتوا مالكوا يا اولاد تتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك سترك من الفضائح سترك. يلا بينا. راح فين يا حماد؟ مش بتقولوا هنخرج؟ ايوه ما احنا هنخرج بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا ماما هتعملوا ايه بس فهموني اعملوا معروف. صوتي يا ماما. اوعي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق تحت فوق تحت يعني. الله هو مين بس اللي فوق وتحت ده؟ عبد السلام انت مجهول. مش معقول انا مش ممكن هطلع ده ابدا. اجل انت بقى حاسس دماغي لان انت هنا مصابين.